السلام عليكم. حصحص الحق وتبخرت سنوات العسل والزمن الوردي بين الشرعية والتحالف. بات الذين صفقوا بالأمس لما أسموه بالحزم والعزم يتبرمون من خروج التحالف العربي عن الأهداف المعلنة والتي جوهرها الأساسي سعادة الدولة. صقالة جبار والصياد أزاحت الستار عن جملة من الإشكالات بين الشرعية والتحالف. الإشكالات التي تفاقمت منذ بدأت بوصلة سعادة الدولة تتذبذب لمصلحة عناوين لا علاقة لها بالأهداف المعلنة والشرعية والمرجعيات الأساسية. هي استقالات مسببة أيضاً، جوهر سببها الرئيس تصحيح العلاقة بين الشرعية والتحالف على أساس الشراكة وليس التبعية، التي حولت حكومة دولة ذات سيادة قائمة بذاتها إلى تابع ذليل بلا كيان وبلا ذات، فيما يشبه سحق الاعتبار السياسي الممنهج بحسب المحتجين. أحد الوزراء الذين قدموا استقالتهم أورد أسباب عديدة لاستقالته، من بينها عدم تمكن رئيس الجمهورية عبدالرب منصور هادي من العودة إلى أي جزء من المناطق المحررة أو العاصمة المؤقتة عدن، ما أضعف حضور مؤسسات الشرعية وقوض دورها لحساب جماعات وتشكيلات ميليشياوية خارج إطار الشرعية، ومشاريع تتنافى مع أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن حد قوله. المساوي اليمني يناقش استقالات وزراء من الحكومة الشرعية ويضع التساؤلات الآتية: هل تمثل الاستقالات توجهاً عاماً أم هي تصرفات فردية؟ هل هي بداية تصحيح العلاقة بين التحالف والشرعية؟ هل يمكن للتحالف أن يعترف بخطئه في التعامل مع شرعية اليمنيين؟ أم أنه سيمضي للبحث عن مواصفات خاصة من رجال الشرعية المذعنين له؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في حلقتنا هذه الليلة. بداية أرحب بمن ينضم لي في الاستوديو، البرلماني اليمني الأستاذ شوقي القاضي. أهلا بك أستاذ شوقي. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام نبدأ النقاش، لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. الذي يقول أن الأخ الرئيس محتجز في الرياض هذا الكلام غير صحيح، وأنا أنفيه وأنا مسؤول عن كلامي، لكنه لا يستطيع العودة إلى عدن. ظهر رأس جبل الجليد، ولكن ما خفي كان أعظم. انسحاب وزيرين من حكومة هادي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ووزير الدولة صلاح الصيادي، يكشف حجم الهوة بين نوايا التحالف وما أعلن عنه قبل 3 سنوات من الآن. لابد من إعادة تصحيح العلاقة ما بيننا نحن والتحالف، لابد من الجلوس مع أخواننا بحيث أننا في نهاية المطاف هذه بلادنا، ونحن نعرف بلدنا أكبر أكثر من غيرنا. وأنا أتمنى، أنت أثرتني بهذا السؤال، أتمنى أن يتم التعامل مع اليمن كيمن، كبلد صاحب حضارة 7000 سنة حضارة، مش بلد هامشي ولا جمهورية من جمهورية الموز. اليمن بلد كبير وبلد شقيق، والتحالف جاء من أجل عودة الشرعية وعودة المؤسسات الدولة، والتعامل مع اليمن ضروري، من الضرورة أن يكون تعامل باحترام، والتعامل باحترام ضروري أن يكون التعامل مع رئيس الجمهورية باحترام. تحدث الرجل بنبرة الجريح وهو يتكئ على حضارة بلده، كاشفا بجلاء حجم الاستخفاف الذي يقابل به الملف اليمني والإهانات التي تتعرض له قياداته في الرياض. استقالات مشفوعة بجملة من الأسباب تلتقي في مجملها بمخاطر التدمير الممنهج الذي تتعرض له الشرعية، أبرزها حرمان الرئيس هادي من العودة إلى المناطق المحررة وتحديدا العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما تسبب في إضعاف مؤسسات الشرعية وتقويض دورها لحساب جماعات وتشكيلات ميليشياوية خارج إطار الشرعية. إعاقة الحكومة وعرقلة عملها في المناطق المحررة وإيقاف الدعم عنها نهائيا وتعطيل كل المرافق والمؤسسات الإيرادية في معظم المناطق المحررة لحرمان الحكومة من القيام بواجباتها. مكاشفات مهمة تضمنتها الاستقالة تسلط الضوء على الخلل الذي أصاب العلاقة بين التحالف والشرعية وفشل الجميع ليس في إدارة المعركة ضد الانقلاب فحسب، بل وتكشف عن سوء متعمد في التعامل مع الملف اليمني. ناهيك عن سلب القرار السياسي الوطني والسيادي ومصادرة حق الشرعية في أبسط القرارات المناطة بالرئاسة والحكومة اليمنية، الاستقالات أحيت الأمل لدى اليمنيين ببعض رجال دولتهم بعد أن كاد يموت، إلا أنه ومن زاوية أخرى فقد بات من الواضح أن الحكومة الشرعية تعيش بمعزل عن واقعها وآمال اليمنيين بالتحرير.
العلاقة غير السوية بين التحالف والشرعية باتت هاجسا لدى الجميع، لكن قلة من وجد الجراءة للحديث عنها كجباري والصياد والجبواني والمفلح والمعمري، وجميعهم خرجوا أو أخرجوا من دائرة السلطة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد ترحيب بضيفي هنا الأستاذ شوقي القاضي. أهلا بك مجددا أستاذ شوقي. إذن حراك شعبي كانت يعني مشهود في وسائل التواصل الاجتماعي وفي أكثر يعني صحف مقالات إلى آخره، كان ينادي بتصحيح علاقة الشرعية بالتحالف. تحول هذا الحراك أو لقى وجد استجابة داخل السلطة من قبل عدد من الوزراء قدموا استقالتهم. ما هي القراءة الإجمالية لديك بداية لهذا الأمر؟ طيب بسم الله، شكرا لك أخي وشكرا لطاقم وفريق القناة وشكرا للسيدات والسادة المشاهدين. بداية أريد أن أنبه إلى أمرين اثنين قبل أن نخوض في التفاصيل. الأمر الأول، أنا أتمنى من كل يمني ينحاز لليمن وينحاز للوطن وينحاز للشرعية ومؤسساتها وينشد إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتعزيز مؤسساتها، سواء كان قناة وفريق قناة أو سياسيين أو حزبيين أو شباب حتى على مستوى وسائل الاتصال الاجتماعي. أتمنى من الجميع أن نتعامل مع هذه المشكلة بكثير من المسؤولية الوطنية، وليس من باب المكايدات أو الاصطفافات الخليجية، مع احترامي للجميع. يعني للأسف الآن هناك أصوات من اليمنيين اصطفوا بصورة أو بأخرى مع جبهات الصراع الخليجي، وأكون واضحا على بلاطة، فريق الإمارات والسعودية وفريق قطر، وأصبحنا كأننا أيضا نريد أن نكون أيضا أدوات جديدة، فصار مثل التشفي. يعني أتمنى أن يتعامل الجميع الآن بمسؤولية. إحنا أمام الآن مشكلة أن هناك شيء من الخلل في مسيرة التحالف يعترف به الجميع ولا ينكره أحد، وقد نبهنا وأنا أحد الذين نبهوا مبكرا إلى أن هناك انحراف ينبغي أن يصحح. ولهذا أتمنى من كل وطني ومن كل يمني، سواء كان مؤسسة أو فردا، سواء كان شابا عاديا أو كان سياسيا أو حزبيا، أن نتعامل بكثير من المسؤولية الوطنية بعيد عن المكايدات وبعيد عن الاصطفاف الخليجي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو تساءلنا الآن أمام هذه المشكلة، أيهما الخيار الأفضل لليمنيين؟ هل هو خيار تصحيح وترشيد مسار التحالف الذي كانت أجندته منذ البداية، بغض النظر عن بعض الخلل والانحرافات، كانت أجندته منذ البداية إنهاء الانقلاب، مساعدة اليمنيين على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والبدء ببناء اليمن الاتحادي وإلى غير ذلك؟ وهذا من حق كل دولة أن تلجأ إلى حلفائها. الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس شرعي انقلب عليه، بغض النظر عن التفاصيل، وأنا قد قلتها أكثر وضوحا، من السبب ومن هون ليس الآن نقاشه. انقلب عليه، حصرت العاصمة، دوهمت المؤسسات، لجأ الرئيس هادي كما يلجأ كل ساسة العالم، كل رؤساء الدول، إلى التحالفات التي موجودة مشروعة بين كل الدول، إلى تحالف إقليمي تتقاطع مصالحه وتجتمع في نقاط إلى أن تنصر شرعيته، وانحازت إليه كثير من القوى السياسية ومؤسسات الحزبية وغيرها. على تأييد السؤال هنا، معليش خليني أكمل هذه النقطة مهمة. السؤال، نحن الآن أيهما أفضل، أيهما الخيار الأفضل لليمنيين؟ نحن أمام خيارات صعبة، في مرحلة صعبة. أيهما أفضل الخيارات، تصحيح وترشيد مسار التحالف الذي أنا أحد من ينشد ذلك وننادي بذلك، وقد نادى به الأخ نائب رئيس الوزراء الأستاذ عبد العزيز، أم الارتماء والاستسلام للانقلابيين والحوثيين الذين لا يؤمنوا على عقد ولا عهد وهم سبب البلاء؟ أين بالضبط الخيارات؟ الخيارات صعبة هنا، ولهذا ينبغي الآن في مثل هذا المنعطف الخطير ألا نتعامل تعامل لا مسؤول، أو كما يقال تعامل عدمي. يعني أنا يهمني فقط أن أنعث المشكلة
ولا يهمني البحث عن حلول. هذا عمل أناس، لكن عمل المسؤول من ينظر بمسؤولية واهتمام ينبغي هنا أن يتعامل بمسؤولية. أين الخيارات المثلى؟ هل مثلت هذه الاستقالات أستاذ شوقي، هل مثلت هذه الاستقالات تعاملا مسؤولا مع حجم المسؤولية المناطة بمن هم في السلطة؟ طبعا هذه تلك مقدمة. الآن سأتي إلى التشخيص. أنا أحيي الأخوين الكريمين الأستاذ عبد العزيز جباري والصايدي، أحييهم جدا. موقف من المواقف، بغض النظر نتفق في التفاصيل نختلف في التفاصيل، لكنه كما يقال تحريك المياه الراكدة. وقد سبقهم إلى ذلك الأخ وزير النقل، لأنه فعلا هناك خلل في مسيرة التحالف، هناك إشكال، هناك انحراف. ما عاد سرا أن يمنع رئيس الدولة كما أكد ذلك، وهي حقيقة من الحقائق والبدهيات، أن يمنع رئيس الدولة من أن يعود إلى عاصمته المؤقتة، وأن يمنع منذ البداية مؤسسات الشرعية أن تمنع منذ البداية. هناك خلل في موضوع البنك المركزي والأموال، هناك خلل في موضوع يعني الميليشيات التي تنشأ، هناك خلل كبير. بل إن اليمن الآن على مسافة لا سمح الله من هاوية. جزء السبب الرئيسي هو الانقلاب الذي أرجو ألا يغيب، والسبب الثاني انحراف مسار التحالف. هناك انحراف، لكن ما مطلوبنا نحن؟ ما المطلوب مننا؟ المطلوب تصحيح المسار. أنا أتمنى من الأخ الرئيس، وأتمنى من الحكومة ووزرائها، وأتمنى قبل ذلك وقد تمنيت من البرلمان أن يرفعوا أصواتهم بوضوح أننا أمام مشكلة ينبغي أن نناقشها بمصداقية وبوضوح وبتصحيح مسار واضح تماما، يعني لو كانت وبشراكة. أستاذ شوقي، لو كان البرلمان عقد جلساته خلال الفترة الماضية، هل كان هذا الانحراف سيكون لا موجوداً؟ سيخف كثير الانحراف. ولهذا قلتها مرارا، بل قلتها وأنا في المملكة العربية السعودية في جدة مع قنوات التي استضافتني، قلت بوضوح إن مسألة عدم انعقاد البرلمان تتحمله المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات رقم واحد، ثم يتحمله الرئيس هادي والحكومة رقم اثنين. واضح تماما. البرلمان فيما لو انعقد سترتفع أصوات البرلمان. لماذا خشي من أن ينعقد؟ بإمكان الهيمنة، هيمنة أي طرف من أطراف التحالف أو غيرها، أن يؤثر على وزير أو أن يؤثر على وكيل أو أن يؤثر على، لكن لا يمكن أن يؤثر على ما يقارب 300 عضو برلماني، لا يمكن مطلقا. يمكن أن يؤثر على حزب، لكن لا يمكن أن يؤثر على كل الأعضاء. سترتفع أصوات يتردد صداها داخليا وإقليميا ودوليا. ولهذا كان من ضمن مؤشر الانحراف وعمديته، ولهذا أنا أقول إن الانحراف الذي حصل في مسيرة التحالف ليس أخطاء وإنما مقصودة للأسف. ولهذا ما عندي مشكلة، أنا فعلا أمام مشكلة. الرئيس هادي والشرعية قد استعانت بهذا التحالف، الآن من حق الرئيس هادي ومن حق، بل واجب على الرئيس هادي وواجب على الحكومة وواجب على البرلمان الآن أن يجلس مع الإخوة في التحالف لتصحيح المسار، إذا أرادوا فعلا أن يساعدوا اليمنيين. ما لم فإننا فإن اليمنيين سيضاف لهم خصم جديد أمام مع خصم الانقلابيين الحوثيين. طيب، وكل من يملك أجندة ينحرف بها عن مسار استعادة الدولة وتعزيز مؤسساتها وإنهاء الانقلاب. مفهوم. طيب، الآن لو كانت هناك جلسة للبرلمان واستمعت لاستقالة مثل استقالة الوزير عبد العزيز جباري أو وزير الدولة الصيادي، ما هي الانطباعات التي ستتكون لديك؟ أنا بالنسبة لي لم أفاجأ. أنا شخصيا أعرف كثير من التفاصيل. هناك يعني ما الذي لم يضف الأستاذ عبد العزيز لي أنا بالنسبة لي أي معلومة، وإنما حرك المياه الراكدة بطريقة أكثر صدى، يعني تناولتها كل الوزير النقل. أنا أتصور أنه سيلحق بالوزيرين، هو الآن في لندن، يقال أنه ليس خارج بعيدا يعني. ليس بعيدا، هم بس فقط يخرجوا من المناطق التي ربما يعني محدودة الحرية في أن يفكروا كما يقال أن يعبروا بحرية، وربما يلحق. بل أنا أتصور أنه سيلحق الوزيرين وزراء آخرون، لأن الأمر ما عاد يتحمل اليوم. الوضع صار لعنة، الوضع اليمني، وضع المناطق المحررة قبل غيرها، صار الآن لعنة في وجه كل من يرضى
وفي مقدمة الحكومة الرئيس والحكومة والبرلمان وأنا عضو فيه والتحالف أيضا، لأن القضية اليوم 3 سنوات بعد 4 أيام وخمس أيام الذكرى ستكون الذكرى الثالثة وبدأ العام الرابع. 3 سنوات اعطوني تحالف ناصر دولة استمر هذه المدة وزاد تدهور الوضع فيها، الفقر ازداد، العملة تدهورت، الوضع مريب بالضبط يعني. وللأسف ونفاخر بأن 85% محرر. طيب هل تأخرت هذه الاستقالات أم جاءت في وقتها؟ قالوا أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، يعني تأخرت تصل. هي طبعا تأخرت. كان على الرئيس هادي، وهذا قلته من هذا المكان، لو أن الرئيس هادي بمجرد ما تعثرت وجود محافظه في عدن المفلحي وبمجرد ما منع من الوصول إلى عدن كان ينبغي أن يتخذ موقفا حازما، كان عبارة عن جس نبض من القوى التي انحرفت بمسار التحالف، كان عبارة عن جس نبض للأسف، يعني تعومل معه بجبن. أنا قلتها بالحرف الواحد، قلت لو أن الرئيس هادي تعامل على أنه رئيس دولة، ولكن للأسف رئيس الدولة والحكومة والقوى الحزبية كلها بلا استثناء لم تتعامل على أنها شريك مع التحالف، تعاملت وكأنهم عبارة عن طيب في سياق مراقبتك للوضع أستاذ شوقي، وهذه نقطة مهمة، هل كان ذلك فرضا من التحالف أم كان أسلوب، يعني الأسباب الموضوعية وأسباب ربما أخرى هي من دفعت هؤلاء لتقديم أنفسهم كتابعين؟ اجتمع الأمران، هي سياسة ممنهجة، لأنه إخواننا للأسف في الخليج لم يتربوا تربية ديمقراطية على التعامل الندي مع الآخرين، هناك شيء من الاستعلاء، ولا داعي للتفاصيل، أنا لدي كثير من التفاصيل، هناك استعلاء للأسف. إخواننا الخليجيين ينبغي أن يتعاملوا مع الآخرين بأنهم شركاء، وبأن الأيام دول، وبأن اليمنيين بلد حضارة، بلد حضارته ضاربة في أعماق الكون، في يعني أعماق الدنيا، ولهذا ينبغي أن يتعاملوا. فهذا العمل الأول كان موجود، وهو أنها سياسة ممنهجة خاصة لمن بكر بالتفكير بأجندات منحرفة. قابله أيضا السبب الثاني بالضبط، كما يقال قيل الإنسان انحني هكذا فانبطح، وأنا قد قلتها، القوى السياسية منذ أن منعت من أن ينعقد اجتماعها في السعودية في الرياض، كان هناك يعني إعداد لاجتماع قوى سياسية لإعلان، ثم منعت، ثم تحول إلى اجتماع طائفي للأسف ديني، ما علاقة هذا الأمر بتحالف وبدولة؟ يومها انبطح الجميع، وبالتالي الآن لا زالت الفرصة سانحة. يعني لا زالت الفرصة سانحة لإخواننا الخليجيين بأن يصححوا المسار، ولا زالت الفرصة سانحة لإخواننا في الشرعية الرئيس والحكومة وجميع المؤسسات في أن يعيدوا تصحيح المسار، ويا دار كما يقال ما دخلك شر، لأن الهدف واحد. طيب. وينبغي على الإخوة في الخليج وخاصة السعودية أن يعرفوا أن المعركة معركتهم أيضا. طيب سنعود إلى نقاط ما الذي يمكن فعله الآن بشكل أكبر، لكن دعنا نستضيف معنا أو نشرك معنا في الحوار أستاذ شوقي مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحبي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا ومساء الخير عليك وعلى الأستاذ شوقي وعلى المشاهدين الكرام جميعا، حياكم الله. إذن أستاذ مختار، بالنسبة للرئيس هادي، بالنسبة للحكومة، هل كانت هذه الاستقالات مفاجئة؟ بالنسبة لاستقالة الأستاذ عبد العزيز جباري وكذلك استقالة الوزير صلاح الصيادي، بالفعل يعني لم تكن في الحسبان. بالنسبة للوزير جباري قدم الاستقالة في أثناء اجتماع كان مخصص للمستشارين ونواب الحكومة ورئيس الحكومة وأيضا بتواجد نائب رئيس الجمهورية، كان اللقاء يعني معد لمناقشة ملفات مهمة منها موضوع المبعوث الجديد والعودة للمسار السياسي والسلمي، ولكن الاستقالة الأستاذ عبد العزيز جباري يعني كانت مفاجئة للجميع، ورفضها طبعا رئيس الجمهورية في وقتها، ولكن الأستاذ عبد العزيز أصر على الاستقالة، وحتى أنه ظهر في قناة اليمن الفضائية بصفة حزبية وهو الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، العدالة والتنمية عفوا،
بالتالي ايضا لحقتها ايضا استقاله الاستاذ صلاح الصيادي، وهي ايضا كانت تاتي مفاجئه خصوصا بعد الموقف او ما اعلنه سابقا حينما كان في مدينه عدن، حينما طالب ابناء الشعب اليمني بالخروج في مسيرات ومظاهرات من اجل عوده فخامه رئيس الجمهوريه الى مدينه عدن. لتوضيح النقطه استاذ مختار، لتوضيح النقطه، هل لا زال للاستاذ عبد العزيز جباري اي صفه رسميه كمستشار لرئيس الجمهوريه؟ طبعا بالنسبه لهذا الموضوع هو تحدث في القناه الرسميه، قال انه يعني مستعد للبقاء كمستشار لرئيس الجمهوريه او ما تراه او ما يراه رئيس الجمهوريه، بالتالي ليس لدي معلومات حول هذا الموضوع، لكن الاستاذ عبد العزيز جباري حتى وان كان بدون صفه رسميه فهو سياسي محنك، وشاهدناه وعرفناه حينما كان عضوا في مجلس النواب وكان يقارع الفساد ويقارع نظام علي عبد الله صالح ويتحدث بكل شفافيه وبكل شجاعه، بالتالي شخصيه الاستاذ عبد العزيز جباري شخصيه محترمه يكون لها ابناء الشعب اليمني كل الاحترام وكل التقدير، وهو دائما ما يتحدث حينما يصمت الجميع وحينما يصمت الكثير. طيب في هذا السياق استاذ مختار، يعني كيف كان كيف كان رده فعل الرئيس هادي والحكومه الان؟ يعني ما الذي سيفعله الان بعد هذه الاستقالات واصرار الوزراء على هذه الاستقالات؟ هو كما قلت لك بالنسبة للحكومة، الحكومة طبعا هي لا أعتقد أنه سيكون هناك موقف معلن، خصوصا أن الاستقالات تم توضيحها خصوصا بالأستاذ الوزير المستقيل صلاح الصيادي، فقد أعلن أسباب الاستقالة، ومن يقرأ أسباب الاستقالة وما كتبه بصفحته البيان الذي نشره هناك نقاط كثيرة ونقاط متعددة ذكرها، أنا أعتقد أنها منطقية و بالفعل لابد أن يتم مناقشتها مع التحالف العربي، ولابد من جلسة مصارحة ومكاشفة، وأنا أعلنتها من خلال قناتكم قناة بلقيس، أعلنتها منذ أيام الانقلاب الفاشل الذي تم في مدينة عدن، وتحدثت أنه لابد بالفعل أن يتم الجلوس على طاولة الحوار والمكاشفة والمصارحة مع الأشقاء في التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، ومعالجة ما يحدث اليوم. ما يحدث على الساحه شيء يعني لم يعد حتى كبار السياسيين يدركوا ما يحصل في اليمن، هناك ميليشيات مسلحه خارج اطار الدوله يتم دعمها بشكل مباشر وبشكل معلن من قبل الامارات، ايضا الامارات جاءت وقامت بدعم طارق محمد عبد الله صالح وفتحت له المعسكرات في الجنوب، وهو حتى هذه اللحظه لا يعترف بالشرعيه ولن يقاتل حتى تحت اطار الشرعيه كما وصلتنا المعلومات. طيب استاذ مختار، هذه قضايا مهمه جدا، يجب وضع النقاط على الحروف، يجب على الشعب اليمني ان يعرف ماذا يحدث في الساحه، وايضا انا اضم صوتي الى صوت الاستاذ عبد العزيز جباري وكذلك صلاح الصيادي في موضوع تصحيح العلاقه، لابد من تصحيح العلاقه مع التحالف، لابد ان يعرف الجميع ما له وما عليه، تعرف الحكومه ما طيب انتم هل يعني عليها. الحكومه هل قامت بعمل تقييم ما هي الاسباب التي اوصلت العلاقه الى هذا الشكل؟ هي تراكمات، انا اقول ان ما حدث طوال الفتره الماضيه هي تراكمات حدثت، وايضا عدم الحديث الشفاف والحديث بشكل مباشر عن كل القضايا التي حدثت سابقا ادى الى ان نصل الى هذا الموصل، يعني في كل مره أو في كل حادثة تحدث يتم إغلاق الملف بدون حل المشكلة، نعالج الأعراض ولا نعالج أصل المشكلة. ماذا عن الآن أستاذ مختار؟ يعني هل ستحدث برأيك استجابة من التحالف العربي؟ في الأخير التحالف العربي نحن حريصين عليه، ولكن في الأول والأخير التحالف العربي جاء لمساندة الشرعية وليس بديل للشرعية، نحن نقول أننا حريصين على التحالف العربي ونثق في المملكة العربية السعودية حتى هذه اللحظة، والمملكة العربية السعودية ما هي الأوراق التي يمكنكم إذا استمرت العلاقة بهذا الشكل أن تقوم بها الحكومة والرئيس هادي؟ بالنسبة للأوراق كما قلت لك القرار الأول والأخير هو بيد فخامة رئيس الجمهورية، وهو الذي استدعى التحالف وهو الذي يستطيع أن يوقف التحالف ويوقف الحرب، ولديه أوراق كثيرة بالنسبة لفخامة رئيس الجمهورية، ولكن نحن نقول أن التعامل لا يكون بشكل يعني منفعل، لابد أن يتم معالجة الموضوع، وإذا وصلنا إلى طريق مسدود أعتقد أن فخامة رئيس الجمهورية سوف يحل الإشكالية وسوف يتخذ القرار المناسب لما يخدم الشعب اليمني في الداخل وكذلك لما يخدم الدولة ولما يخدم أيضا القرار السيادي في البلد. أشكرك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.
العودة إليك أستاذ شوقي، يعني في هي نقطة مهمة أن الوزير جباري تحدث من الرياض، ما هي دلالة هذه النقطة؟ لها أكثر من دلالة. الدلالة الأولى معناها أنه طفح الكيل وبلغ سيل الزبا. ممن؟ للوزير عبد العزيز جباري ولكثير من يعني وزراء الشرعية. وضوح يعني، وأنتم تابعتم فيديو وزير النقل، كان أيضا فيه وضوح ما عهده الجميع، ودليل أيضا على أن هناك مكونات في المملكة العربية السعودية توافق على تصحيح المسار، وبالتالي مكونات في السعودية يعني. نعم، من المملكة العربية السعودية، من الإخوة في المملكة العربية السعودية، ولهذا كثير من الإخوة في الشرعية لا زال أملهم على الإخوة في المملكة العربية السعودية كبير، وعندهم حق، هناك مؤشرات، وهناك على أكثر من علامة استفهام، يعني الأمور هنا ليست حتمية 100% أسود وأبيض، هناك جزء رمادي كبير، كأن الإشكالية في الإمارات، لكن هناك نوع من الإشكالية في أن هناك مكونات في التحالف مصطدمة ببعضها، يعني هناك أجندات متباينة، أو أنه أو لعله أيضا هناك قس نبض لمرحلة تالية ستكون أسوأ. يعني القس النبض الأول، يعني عجبتني عبارة وهي ما نؤكده دائما للأخ مختار الجميل، أن التحالف ينبغي أن يعلم أنه مساند للشرعية، لا بديل عنها ولا شريك لها. ولهذا عندما بدأت إجراءات لزحزحة الشرعية وقس النبض فيها واستسلمت الشرعية، تمادى هذه الأجندات، تمادت وحملت هذه الأجندات. اليوم البعض تنبه في موضوع من الوزراء، وواضح تماما أن هناك من تنبه أنه يجب أن يرتفع صوتنا، ويجب أن لا نسمح مطلقا لمرحلة تالية ستؤدي باليمن ربما إلى الأسوأ. ولهذا الناس استفاقوا، لأنه الوضع كارثي يا أخي، الوضع كارثي في اليمن. ما لم نستفيق نحن كسياسيين، كبرلمانيين، كرئيس دولة، كحكومة، كوزراء، ما لم يستفق الجميع ستلعننا الأجيال على مدار التاريخ. القادة السياسيون والإداريون في هذه الدولة، في هذه الشرعية، ليعلم الجميع بأنه ما لم نفق وما لم نستيقظ وما لم نتدارك ما يمكن يعني استدراكه، فإن الأجيال ستلعننا، لأننا سنكون قد فرطنا باليمن وبددنا للأسف يعني قدراتها وإمكاناتها. طيب سأسألك على موقف بقية المكونات السياسية من هذه الأزمة، لكن قبل ذلك نذهب مع السادة المشاهدين إلى فاصل قصير. إذن مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير، بعده نستأنف النقاش في حلقة اليوم، تفضلوا بالبقية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أجدد الترحيب بك أستاذ شوقي. لماذا تحدث الوزراء كأفراد ولم تتحدث الحكومة كمؤسسات؟ طبيعي يا أخي الكريم، دائما أي حراك إيجابي أو حتى سلبي لا يبدأ مؤسسيا، بل أي تغيير في الكون لا يبدأ مؤسسيا مطلقا، يبدأ عبارة عن أصوات تتجمع، ولهذا الأصوات بدأت تتجمع. أول صوت بدأ هو صوت الرئيس هادي، للعلم يعني، حتى لا نظلم هذا الرجل. متى أنا كان ذلك؟ الرئيس كيف، ماذا يعني ذلك؟ متى كان ذلك؟ منذ أن بدأ يرفض كثير من الأجندات التي طلبت منه في أن يمررها. الرجل وقف بصلابة، يعني حتى لا، وأنا من النوع الذي لا أجامل أحد. أعطينا أمثلة حتى أعطيك أكثر، أكبر من مثال. الرئيس هادي علاقته مع دولة الإمارات سيئة، لماذا؟ الرئيس هادي لماذا لم يستقبل في أبو ظبي؟ الرئيس هادي لماذا منع من عدن؟ كان يستطيع الرئيس هادي أن يتواطأ في بعض الملفات وسيبقى تاجا على الرؤوس
يعني بلا منقى، يعني بالعكس كانوا سيمرروا عبره ما لم يمرر على عن طريق غيره. ولهذا الرئيس هادي منذ البداية وقف، لكن للرئيس هادي طريقة، هذه طريقته، هذه هذا طريقته، هذه وهذا طبعه، ما أستطيع أن أملي عليه طبع آخر. وإلا الرجل لا زال، بل بالعكس أنا أعتبره، ولا وأرجو أن لا يخيب ظني فيه، أعتبره لا زال صمام الأمان بالنسبة لليمن الاتحادي ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. أنا هكذا عندي تصور، ولو ناقشتني فيه لدي كثير من المعطيات. ثم تعالت الأصوات أيضا، رئيس الوزراء، رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر، واضح تماما بعد تلك الحادثة التي حصلت في عدن في أنه وجه رسالة قوية أيضا. تقصد محاولة الانقلاب؟ أيوة نعم. إذا بدأ هناك حراك رسمي من الشرعية ومن الرئيس، من رئيس الوزراء، ثم جاءت فيديو وزير النقل، ثم الأخ صلاح، ثم جاء الأخ نائب عبد العزيز جباري. يعني أصوات، وأنا متأكد يقين أن الأصوات الآن ستعلو وسترتفع الآن. يعني برأيك هل سنجد في يوم من الأيام من يجاور هذين الوزيرين في ليس شرط بهذه الطريقة؟ أنا أتصور ولدي ثقة بأن الأصوات سترتفع من الجميع، أو من الأغلبية عفوا، من الأغلبية، لكن الكيفية، ولكن الكيفية ليس شرط تقديم استقالات، لكن أنا متأكد يقين بأن هناك حركة الآن. طيب ما الذي سيؤثر بشكل جدي أستاذ شوقي في تعديل بوصلة التحالف إن صح التعبير؟ طيب 100% يا أخي بالتأكيد. ما الذي سيحدث أثرا؟ يعني ما هو الفعل الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الشرعية كمؤسسات وسيحدث أثرا ملاحظا على الله؟ يا أخي الشاعر عندما قال ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، واضح تماما أن الإنسان الذي يستسلم للهوان وللذل ينذل أكثر ويداس أكثر. ولهذا هذه الأصوات ستعبر عن أن الناس ما استطاعوا يستسلموا للذل والهوان، فسيبدأ الصوت يتعالى. اليوم هذا لن يضيع، بالعكس أنا لدي معلومات من أن كثير من النواب الآن أصواتهم بدأت، وأنا على تواصل مع كثير منهم، ارتفعت أكثر وأكثر، بل ربما البعض الآن يفكر في أن يعني بعض الإجراءات والخطوات البرلمانية، ليس شرط في اليمن ولا في السعودية، ربما يلتقون في أماكن أخرى لشيء من التحريك وشيء من التصحيح. لعنة الأجيال ستصيبنا جميعا إن لم ننقذ اليمن، لعنة الأحفاد، لعنة التاريخ. اليمن الآن ينهار، اليمن الآن يسقط. نعم لن يسقط وحيدا، أقسم بالله، وأنا أقولها للإخوة في المملكة العربية السعودية وللإخوة في الإمارات العربية المتحدة والخليج كله، يوم أن يسقط اليمن لا سمح الله، أقسم بالله بأن السفينة ستغرق بالجميع، لأن مجتمعاتهم أكثر هشاشة. ما هذا الكبر؟ ما هذا الغرور؟ إذا سقط اليمنيون لا سمح الله في الهاوية وانهارت الدولة يعني تماما وانهار اليمن، والله لن تبقى دولة، وأعداؤهم متربصون بهم. ولهذا عندما نقول للإخوة في دول الخليج وبالتحديد الإخوة في المملكة العربية السعودية، هذه معركتكم أنتم كشركاء، أمنكم القومي مهدد، لا تمنوا علينا، ليست صدقة. يعني أنا أريد أن أنبه الإخوة في المملكة العربية السعودية بأن شراكتهم في التحالف وقيادتهم لهذا التحالف إنما من باب نصرة قضاياهم وأمنهم القومي، لأن المكيد بهم والتآمر عليهم أشد من اليمن. أن تقصد ما يفترض أن يقوم أو أن تكون وجهة نظرهم أو المشروع الذي يسير عليه أن يكون مبنيا على هذه الأسس، أم أن هذه الرؤية موجودة لدى التحالف؟ لأنه في تصريحات رسمية سعودية تتحدث على أن الحوثيين تجاوزوا الدور الذي أو بالغوا أو كان هناك شيء وبات وأصبح على الأرض شيء آخر بوصولهم إلى عدن. يعني هل هذه أمنية لديك أستاذ شوقي، أم أن هذا المنظور موجود بالفعل لدى دول التحالف؟ الحوثيون عندما تحركوا من صعدة ووصلوا إلى صنعاء في البداية تحركوا بتواطؤ خليجي، وهذه معلومات قلتها من أول بداية وأكررها الآن. تغير النظام في المملكة العربية السعودية بموت الملك عبد الله، وتنبه الإخوة في المملكة العربية السعودية بأن هذا الخطر
لن يجتث القوى التي تؤمر عليها فقط، ولن يوقف الحوثيين. الحوثيون كانوا قد رتبوا أجندة جديدة مع إيران، ولهذا الذين أدخلوا الحوثيين إلى صنعاء ليست إيران، هي دول من الخليج وتواطؤ دولي، إنصافا للتاريخ حتى لا نكذب. لكن إيران دولة ماكرة، تعرف متى تصطاد ومن أين يؤكل الكتف كما يقال. كانت قد ربت ميليشيا يعني أعداد من هؤلاء، هم الذين استولوا على القرار في هذه الجماعة، وانحرف المسار وتحركوا متجاوزين المخطط إلى عدن، وبدأ الخلاف مع الإخوة في الخليج. حلو، ما عندنا مشكلة، تتغير السياسة، ليست قيم ثابتة ولا مبادئ ثابتة، السياسة عبارة عن يعني عبارة عن أحداث وإدارة أحداث، ولهذا جميل. التقت مصلحتنا بعد ذلك، مصلحة الشرعية مع الإخوة في التحالف، من بعد أن انحرفت علاقتهم مع أولئك. ولهذا ينبغي الإخوة على الإخوة في دول الخليج إجمالا والسعودية على وجه الخصوص أن يعلموا أن هذه معركته، أنها معركة مشتركة. نعم، هي معركة اليمنيين لاستعادة دولهم وإنهاء الانقلاب، لكنها بالمقابل أيضا والله أنها ستحمي جبهتهم الأولى. نعم. طيب أستاذ شوقي، دعنا نرحب أو نشرك معنا في الحوار أيضا الباحث والناشط السياسي الأستاذ نجيب شحرة الذي ينضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أهلا بك أستاذ نجيب. أهلا وسهلا وتحية لك العزيز. حياك الله، أهلا وسهلا بك أستاذ نجيب. إذن حدثت هذه الاستقالات من قبل أعضاء في الحكومة، أستاذ نجيب برأيك ما هي الرسالة التي وصلت إلى اليمنيين الناشطين السياسيين منهم أو غيرهم أيضا؟ الحقيقة يعني الاستقالات مهمة رغم أنها متأخرة، ولكنها يعني تطور يعكس مثال جديد لأزمة لن تتوقف عند هذا المستوى. نحن الآن أمام يجب أن نسمي الأمور مسمياتها، لم يعد هناك مسار دعم الشرعية تعرض لأخطاء يجب إصلاحها، لا، الأمر أتضح أن هناك مسار مختلف، مسار مغاير، ينتهي سياسة استهداف شرعية الجنة الدولية. علينا أن نعترف بهذه الحقيقة، ومؤشرات استهداف الدولة اليمنية ظهرت من الأيام الأولى لاستعادة عدن. إذن استعانوا بانقلاب صنعاء للانقلاب على الشرعية، وتدخلوا بأنفسهم لإسقاط شرعية الدولة اليمنية. تقرير الخبراء أوجز كل تلك المؤشرات التي يمكن قياسها، والتي تعبر عن انتهاج سياسة مختلفة وليست فقط مجرد انحراف في المسار. الآن الشرعية هذه أصوات أنا أعتبرها فضح تدريجي منظم لهذه السياسة التي تقودها للأسف دولتين جارتين. طيب أستاذ نجيب، الآن يعني هي النقطة الأساسية التي أريد أن أسأل فيها. الوزير الصيادي من استقال كان قد طالب بخروج الناس لمناصرة الرئيس عبد الرب منصور هادي والشرعية، الآن قدم استقالته، هل وجد تخاذلا ممن طلب منهم الخروج؟ الأمر ليس استقالة فلان أو علان، الأمر إدارة أزمة لابد أن تأخذ المسار الطبيعي بالتدرج. أسماء رسمية استقالة، كان يطلب في اللقاء لو تذكر تصريحات المفلحي كانت هي البداية السليمة للتحرك، لكن ضبط الشرعية مهم، لأنه لو تحركت الشرعية في البداية لوحدها لكانت هدف فحل، يجب أن يسبقها نفس عام، يجب أن يسبقها مواقف حزبية حتى تستطيع الشرعية التعبير بتمثيل. ما هو المطلوب؟ يعني معركة لابد منها،
لابد ان ينتهي في النهايه. اولا يجب اجبار التحالف اولا عن التوقف عن هذه السياسه، ويجب صياغه يعني جانب قانوني لتحمل كل التكاليف والاعباء التي ترتبت التي ترتب على هذه السياسه. هناك خسائر بالمليارات. لولا هذا السياسه المغايره لما تم اعلانه ان الحرب كانت ستنتهي في غضون اشهر. طيب شعبيا استاذ نجيب، استاذ نجيب الان يعني هو السؤال الان شعبيا ما هو المطلوب الان؟ نموذج عدن، نحن نتحدث عن ازمه دول العالم. استعادت عدن قبل 3 سنوات، كان بامكانهم ان يصنعوا من عدن نموذج للنجاح. سوف يسقط الانقلاب بدون جبهات. طيب استاذ نجيب، تشويق الفشل. أستاذ نجيب الآن ونحن على أعتاب الذكرى الثالثة وبداية العام الرابع لعاصفة لعمليات التحالف في اليمن، ما هو يعني الفعل السياسي يكون عندما يكون هناك غضب شعبي، فعل شعبي إلى آخره يدعم هذا الفعل السياسي من قبل النخب؟ ما هو المطلوب بالنسبة للناس، للناشطين السياسيين أن يفعلوه وهم يشاهدوا هذه الاستقالات وهذه المواقف وهذه القدرة يعني التي يقول البعض عنها أنها محدودة لدى الحكومة الشرعية في المناورة؟ كما أشرت إليك أن الاستقالات رغم أهميتها لكنها ليست صانعة للنفس العام. النفس العام هو الصانع للاستقالات. أعتقد كثير ما بين نهاية 2015 إلى الآن فئات اجتماعية كبيرة انضمت بما فيها في عدن، يعني حتى أنا أتوقع أيضا انضمام الحراك، لأن هذه سياسة الفوضى لا يمكن أن تفضي إلى استعادة دولة الجنوب. المسار السليم استعادة دولة الجنوب هو مسار مخرج الحوار. طبعا إذا كان الواقع يساعدهم على ذلك، لكن حتى في ظل هذه السياسة لا مكان لدولة الجنوب. نحن الآن أمام إنشاء قوة عسكرية أخرى وهي بقايا الحرس الجمهوري بقيادة طارق. هذه القوة الجديدة العسكرية التي ستكون ضاربة، أتوقع أنها ستكون قوة عسكرية ضاربة بالتعاون مع الحزام الأمني. أشكرك. ستكون بمثابة شركات أمنية لحماية عدن وتعطيل من عدن. اذا نحن هنا امام كيانين عسكريين لا لون ولا شم ولا طعم سياسي لهما. اشكرك اذا الباحث والناشط السياسي الاستاذ نجيب شحرة، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، والمعذره لضيق الوقت. بالعوده اليك وبسؤال اخير استاذ شوقي، ما هو المتوقع الان سياسيا؟ المتوقع سياسيا وهو المطلوب ايضا. يعني تقييم موضوعي عسكري سياسي لمسيرة 3 سنوات من التحالف وتصحيح المسار، وأن هذا التحالف إنما جاء مساندا لا بديلا للشرعية ولا شريكا لها شعبيا. هذا رقم واحد في بداية الأمر. الثاني، لابد من عودة الرئيس الآن إلى عدن وعودة الحكومة ومؤسساتها جميعا بما فيها البنك المركزي والبدء بالعمل وإنهاء ازدواجية الميليشيات الأمنية، إنهاءها تماما وعودة. ثلاثة أو اثنين، تحرير محافظة تعز. محافظة تعز تعتبر البوصلة الآن لمسيرة التحالف، فإذا ما تحررت مدينة محافظة تعز فإنها ربما ستكون مؤشر جدا. هذا بالنسبة لي ما ينبغي أن يكون، وأنا أتصور أنه سائر في هذا الطريق. لن يتيها اليمنيون، لكن شعبيا وقلت النقطة الأولى ينبغي التنبه إلى أن هذه مشكلة ينبغي أن نقف أمامها بمسؤولية وبدء تحريك المياه الراكدة. وليعلم الإخوة أيضا في الأحزاب، المال لعب، المال والمكايدات السياسية والابتزاز والتهديد باسم الإرهاب وإلحاق هذه الجماعة أو هذا الحزب بالإرهاب، هذا لعب فمزق القوى السياسية، المال من جهة والابتزاز والتهديد والوعيد، وبالتالي عبث بالقوى السياسية فتفككت. الآن أنا أتصور أن القوى السياسية ستعاد لحمتها وسترتص، لأنها لا يمكن أن ترضى لبلدها، لن يكون لها وطن بديل.
ولا يمكن أن تعيش. عجبني الأخ نجيب وشكرا له في أن هذه الأجندات لن تبني أوطان، هي ستجعل الأوطان بناءة هشة ضعيفة، مثل ما بنيت يعني هل بنى الإيرانيون العراق، هل بنى لا تبنى الاحتلالات والأجندات سواء كانت أجندات استعمارية أو أجندات هيمنة لا تبني أوطان، ولهذا لن يبني اليمن غير أبنائها. أشكرك جزيل الشكر أستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب على تواجدك معنا في الحلقة اليوم، كما والشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، في أمان الله.